مجلس جماعة سيدي شيغر فوق صفيح ساخن، تأجيل دورة استثنائية تتضمن نقاطا مستعجلة. السلطات المحلية بجماعة مولبرغي تواصل عملية التوعية والتحسيس. إتلاف كميات كبيرة من المشروبات الكحولية المنتهية الصلاحية المحجوزة بمراكش. تمديد أجل طلب الاستفادة من دعم الدولة بالنسبة للعاملين في القطاع السياحي. 2250 مؤسسة تعليمية أغلقت أبوابها في المغرب بسبب كورونا. نشرة الأخبار من صفي جود، أهلا بكم. فوضى عارمة تلك التي شهدتها الدورة الاستثنائية التي انعقدت صباح هذا اليوم بجماعة سيدي شيكر، والتي جاءت بدعوة من أغلبية المجلس الجماعي وبعد مراسلة عامل إقليم اليوسفية لمناقشة العديد من النقاط الهامة كتوفير الوسائل اللوجستيكية والبشرية لإنجاح الدخول المدرسي الاستثنائي لهذا الموسم. قبل بداية الدورة تفاجأ الأعضاء بحذف الرئيس هشام البقالي عن حزب التقدم والاشتراكية لبعض النقاط التي اقترحها أغلبية الأعضاء، خارقا بذلك توصيات المادة 36 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ليتم بعد ذلك تأجيل دورة المجلس وسط احتجاجات عارمة، خاصة وأن المجلس كان بصدد مناقشة نقطة مهمة ألا وهي مشكل النقل المدرسي. وسبق لأغلبية أعضاء المجلس الجماعي لسيدي شيكر أن وضعوا لدى عامل الإقليم شكاية بضرورة التدخل من أجل وضع حد لتجاوزات رئيس المجلس الجماعي وخرقه للقوانين التنظيمية. لنستمع لتصريحات بعض الأعضاء لميكروفون صافي جود. بالنسبة لهذه الدورة، حنا كأغلبية ديال المجلس قدمنا بواحد الطلب السيد رئيس المجلس باش يدرج هذوك النقاط في جدول الأعمال ديال هذه الدورة، تتنتفاجئوا من توصلنا بالاستدعاء تيحذف جميع النقاط اللي تقدمنا بها في الطلب ديال الدورة الاستثنائية. والمادة 36 تتقول إلا تقدمت الأغلبية ديال المجلس تيولي على الرئيس لزوما خاصو يعقد هذيك الدورة الاستثنائية. وثانيا ما عرضش حتى النقاط على اللجان المختصة، هذيك اللجان تتقاضى واحد التعويض من أجل باش تمارس المهام ديالها. إلا ما كانتش هاد اللجان تمارس المهام ديالها ما خصهاش تقاضى هذاك التعويض، خاص هذوك القانون تيعطي للمجلس أي نقطة تعرض على اللجان المختصة، وإلا ما تداولتش فيها هاد اللجان لسبب من الأسباب المجلس عنده الحق بغا يتداول راه تيتداول، ما بغاش راه ما تيتداولش. حنا آباء ديال الأطفال وما عندناش ترونسبور، قال لك عندهم واحد المشكل ديال ترونسبور ديال الأزمة ديال 30 مليون اللي خاصهم باش يصاوبوا الترونسبور وداكشي، وحنا دابا الدراري كيجوا وكيمشيو على رجليهم، بعض المرات على ما كيلقاوش فاش يمشيو وهذا، وحنا العام اللي فات خلصنا لهم نصف العام. لا زالت السلطات المحلية بعدد من الجماعات القروية تواصل عمليات التوعية والتحسيس لعموم المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية وارتداء الكمامات الواقية، كما تشدد السلطات حرصها الشديد على حث عموم المواطنين بالالتزام الدقيق بهذه الإجراءات الصحية، لا سيما في ظل عدم وضوح الوضعية الوبائية على مستوى المملكة عقب تسجيل أرقام مرتفعة خلال الأيام الأخيرة. النموذج من الجماعة الترابية مولبرغي والصور التالية لكاميرا الزميل عماد شبيني، حيث أشرف قائد المنطقة ورجال القوات المساعدة منذ الصباح الباكر على عملية المراقبة والتوعية والتحسيس لعموم المواطنين والمواطنات رواد هذا السوق. وانخرطت السلطات المحلية والمجلس الجماعي مولبرغي في برنامج التصدي لفيروس كورونا المستجد منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد من خلال العديد من عمليات التوعية والتحسيس والتعقيم وتوزيع الكمامات الواقية. أتلفت السلطات زوال اليوم الأربعاء كميات كبيرة من المشروبات الكحولية المنتهية الصلاحية المحجوزة في إطار عمليات المراقبة المنجزة على صعيد ولاية أمن مراكش. وكانت عمليات المراقبة وإجراءات التقنين التي باشرتها لجنة أمنية مختلطة
تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن مراكش بتنسيق مع السلطات الترابية المختصة خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 شتنبر الجاري، أسفرت عن رصد مجموعة من المخالفات التنظيمية والقانونية داخل مطاعم مصنفة ومستودعات خاصة بتخزين المشروبات الكحولية بمدينة مراكش. كما مكنت أيضا هذه الحملة من ضبط كميات مهمة من المشروبات الكحولية المهربة وأخرى منتهية الصلاحية أو تم التلاعب بها للتنصل من المستحقات الجمركية والضريبية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم القيام بعمليات المراقبة بتنسيق تام مع السلطات المحلية ومصالح الصحة البلدية وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بغرض التحقق من الوضعية الجمركية للمشروبات الكحولية الممزوجة ومدى استيفائها لمعايير السلامة الصحية. وأوضح المصدر ذاته أن هذه العمليات الأمنية التي شملت مستودعات لتخزين المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول وتصريفها بالجملة أسفرت عن حجز 62 ألف قنين من الجعة منتهية الصلاحية و2937 قنين من المشروبات الكحولية التي لا تحمل دمغات جمركية أو تحمل دمغات مشكوكا فيها، بالإضافة إلى حجز 652 قنين من المشروبات الكحولية التي تحمل دمغات جمركية تخالف سعتها الحقيقية و 4622 قنينة أخرى تحمل دمغات غير صالحة للاستعمال أو غير مطابقة للمعايير، فضلا عن حجز 275186 وحدة من الملصقات والدمغات الضريبية المشكوك فيها، علاوة على كمية أخرى من نفس الملصقات تعرضت للتلف بسبب اندلاع النيران فيها. أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تمديد أجل طلب الاستفادة من الدعم المالي الممول من قبل الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا بالنسبة لشهري يوليوز وغشت الماضيين إلى غاية 24 شتنبر الجاري. وقال الصندوق في بلاغ له يهم كافة الفاعلين بالقطاع السياحي المعنيين أن أجل طلب الاستفادة من الدعم المالي الممول من قبل الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المحدث بتعليمات سامية من جلالة الملك قد تم تمديده بالنسبة لشهري يوليوز وغشت الماضيين إلى غاية 24 شتنبر الجارية. وأضاف البلاغ أنه يتعين على المشغلين الراغبين في استفادة الأجراء العاملين لديهم من هذا الدعم التصريح بهم من خلال البوابة المحدثة لهذه الغاية covid19.cnss.ma والتي بدأ العمل بها منذ 8 من شتنبر الجاري. وذكر المصدر ذاته أنه يمكن للمشغلين المعنيين التصريح بأجرائهم من أجل الاستفادة من التعويض الجزافي برسم شهر شتنبر الجاري خلال الفترة الممتدة بين 16 من هذا الشهر إلى 3 من أكتوبر المقبل. وأشار إلى أن هذا الإجراء السالف ذكره يهم كل من مؤسسات الإيواء المصنفة ووكالات الأصفار وأصحاب النقل السياحي والأجراء والمتدربين في إطار عقود الإدماج العاملين بالقطاع، إضافة إلى المرشدين السياحيين المسجلين بنظام الضمان الاجتماعي بموجب قانوني والمتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية للعاملين غير الأجراء. يواصل شبح الإغلاق السيطرة على المشهد التعليمي بفعل تسجيل إصابات في صفوف التلاميذ والأساتذة معا، وذلك بعد أسبوع واحد من انطلاق الموسم الدراسي. وبلغ عدد المؤسسات التعليمية التي اضطرت إلى إغلاق أبوابها بفعل الفيروس ما مجموعه 2250 مدرسة حاليا في المغرب بسبب الخطر الدائم لانتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد، وفقا لأرقام نشرتها وكالة فرانس بريس من وزارة التربية والتعليم.
ووفق مصدر من الوزارة فإنما مجموعه 950 ألف تلميذ من بين حوالي 7 ملايين هم اليوم متوقفون عن الدراسة بفعل إغلاق مؤسساتهم التعليمية. ويسجل المغرب في الشهر الأخير معدل إصابة يومي يقدر ب2000 حالة يوميا. وهكذا تم فرض التعليم عن بعد في جميع المؤسسات الواقعة في أماكن مغلقة أو مصنفة كمراكز وبائية وعلى جميع الأطفال من الأسر المصابة. وسبق أن ألغت البعثة الفرنسية في الدار البيضاء والتي بها قرابة 4000 طالب التعليم الحضوري نتيجة القيود المفروضة في العاصمة الاقتصادية للبلاد، بينما أغلقت مدرسة الرباط والتي تتوفر على حوالي 2500 طالب في بداية الأسبوع بعد اكتشاف عدة حالات إصابة بالعدوى. نهاية نشرة الأخبار. للمزيد من المعلومات أرجو أن تتفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني safigood.com. إلى اللقاء.